في مشكلة رئيسية في المواقف العامة، مواقف المواصلات طبعا، وفي الأسواق في كل ولاية الخرطوم تقريبا. في فوضى حقيقية، وفي عدم تنظيم للمواقف نفسها، أو بمعنى أصح المواقف مظبطة مجهزة ورصيفة لطيف، والناس واقفين برا، العربات واقفة برا، وبالتالي المواطنين برضو بيشحنوا من برا طوالي ويبقوا مارقين. في عدم تنظيم واضح جدا في السوق، واحد. اثنين، في فريشة وحاجات بتتباع من البطارية الصينية المضروبة لغاية الخضار وغيره وغيره وغيره، في مكان ما له علاقة بالسوق. الناس ديل ده ما سوق، ده موقف مواصلات. وبيقودنا للحاجة الثالثة، لازدحام غير طبيعي، لأنه الناس يعني في حالة بتاعت فوضى عارمة. الكوبري فيما يتعلق بالنموذج جاكسون، طبعا احنا نتكلم في أماكن كثيرة في السوق المركزي، وفي جاكسون وفي شروني. شروني ده فيه موقف يعني مثالي وغير مستخدم بشكل رئيسي. الفوضى دي ضبطها في يد المحلية والولاية، في يد السلطات. خلونا نتابع تصريحات لوالي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر. في محلية الخرطوم حسب التقديرات وحسب المساحة المحلية، الآليات الحوجة الفعلية لعدد الآليات اللي ممكن تنقل كل المفرز من النفايات 161 آلية. المتعطل من هذه من الآليات في محلية الخرطوم 38 آلية. الحوجة الفعلية زي ما قلنا 161، الآليات العاملة 63 آلية. وده بيوريكم انه السبب شنو في انه تنقل نسبة معينة وفي عجز في نقل الكمية المتبقية. هنجي لقدام برضو نشوف ليه العجز في الآليات الناقلة للمفرز من النفايات. في محلية جبل أولياء الحوجة الفعلية لعدد 121 آلية بمختلف أنواعها، المتعطل 40 آلية، العامل 25 آلية. في محلية شرق النيل الحوجة ل 174 آلية، محلية هي يمكن تكون من أكبر المحليات مساحة في الولاية، المتعطل حوالي 29 آلية، والآليات العاملة لا تتخطى 36 آلية. بحري الحوجة الفعلية لعدد 129 آلية، العامل منها لا يتخطى 38، والمتعطل حوالي 54 آلية. أمبدة كذلك 1100 عربية، العامل 49، المتعطل 63. أم درمان 114، العامل 63، المتعطل 37. كرري المطلوب 94 الحوجة الفعلية، العاملة 40 آلية، المتعطلة 52 آلية. ده بورينا انه دي واحدة من الأسباب اللي بتؤدي لانه ما ينقل كل المفرز من النفايات. السيد وادي الخرطوم بيتكلم عن الوضع البيئي في الولاية والاحتياج، لانه ده برضه جزء من الأزمة. المواقف دي جاكسون بالذات يعني بقى مستنقع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكن في حالة بتاعت عجز كامل في الولاية في ملاحقة الموضوع البيئي والأوساخ المتراكمة في الطرقات. حنتكلم في الموضوع، لكن خلونا بشكل تفصيلي نتكلم مع السيد أحمد السماني مدير التنفيذي لمحلية الخرطوم. سيد المدير مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواننا في قناة الدنيا الأزرق، مرحب بك أستاذ أحمد. نحن بنسأل عن الإجراءات الأخيرة اللي قامت بها المحلية لتنظيم عمل الأسواق والمواقف بشكل عام، لكن جاكسون تحديدا حصلت فيه ملابسات كثيرة. هو أسوأ المواقف تقريبا من حيث الفوضى العارمة الحاصلة فيه، وقبل يومين المحلية قامت بإجراءات لإعادة ضبط السوق، أدى إلى يعني مشادات وإلى عمليات حرق قام بها بعض الناس مستغلين للشارع العام. ورينا الوضع العام شكله كيف. والله أول حاجة أنا بحييكم في قناة النيل الأزرق وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. ونحن الإعلام هو رسالة واضحة بتنقل كل الإيجابيات والسلبيات الموجودة في أي مؤسسة في أي مجال، وده دورنا نعنيهم بذلك. هو مراعاة عاكسة حقيقية حقيقة. نحن مسألة التنظيم والترتيب اللي عم محلية الخرطوم يمكن كان يكون هو بدء من عيد الفطر المبارك، وبدت بعد العيد طوالي يوم العيد بدت حملات تنظيم السوق
العربي وجاكسون والسوق المحلي برضو، والمسألة مشت بترتيب يعني. اعتقدنا انه المسألة هي مشت بالصورة المرضية، لكن يظهر انه المسألة هي مسألة منظمة ولها ابعاد كبيرة جدا جدا جدا. وبعتقد انه انا المسألة دي اخذت طابع الفوضى، الفوضى العارمة، الفوضى الحلاقة، اللي انا بعتقد انها هي يعني استقلال للجو العام الموجود في البلد، جو الحريه، جو الوضوح، الرؤيه في التعامل مع الانسان. وانا بفتكر انه المساله دي مساله ادت لمشاكل عديده، استباحه الطرق، استباحه المواصلات، استباحه كل شيء في داخل السوق العربي وميدان جاكسون بالذات. ويمكن انت تلاحظ انه السوق الموقف اصبح لا يطاق الدخول فيه، وبقى عباره عن هو يعني سوق، هو ما سوق، هو فوضى لسوق. يعني حتى الطعام يباع فيه على الارض، الخضار على الارض، كل شيء يباع على الارض، حتى النظام الصحي انهار تماما. وانا بعتقد انه دفعت حكومه المحليه ولجنه الامن المحليه بإصدار قرار لأنه تنظم وترتب الموقف، موقف جاكسون. ويمكن أنا بقول الفوضى ذاتها انتقلت حتى لإخواننا سائقين حفلات وأخواننا سائقين هيسات. يعني هو لا يتورع عن إيقاف العرب في نص الطريق لإنزال الركاب، لا ما عنده علاقة بإنه إسعاف ماشي، ولا عنده علاقة بإنه، ولا بهمه إنه في مريض عايز العربية تتجاوز وعلى أساس تمشي يلحق المستشفى. وحقيقة نحن في تنبيهات كثيرة جات يعني من اخواننا في الدفاع المدني اللي هو معانا اعضاء في الهيئة المحلية، بانه الاسواق بصورتها الحالية والمواقف بصورتها الحالية تشتغل لادنى درجات السلامة. ونبهوا لذلك في مسائل عديدة وفي تقارير نحن ناقشناها في لجنة الامن ورفعناها لجنة الامن الولاية، بانه الفوضى دي اصبحت لا تطاق. بل انا بقول لك المسألة بقت تباع فيها محرمات ومخدرات، وبقى فيها سكن كمان عشوائي. بل الاخوان الفريشة والذين يبيعون على الرصيف انه استغلوا حتى الكهرباء بتاعت الاعمده بتاعت المحليه ووصلوا توصيلات عشوائيه فيها. وانا بعتقد انه المنى الذي مازال، انا مفتكر بكون جنيد على باقي الشعب اللي مفتكر يجي يلقى مقعده في الحافله، والحافله تخش في اطمئنان وتطلع باطمئنان. وانا اقول انه حتى المشاكل الموجوده في زحمة المواصلات ما 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 ندرت مواصلات، هي فيها منها بشكل 70% هي المواقف بقت مهل هي دورة ثانية لحاجات ثانية، غير انه العربية تجيب مرتاحة والراكب يصل، بالرغم انه المواقف يعني في الآونة الأخيرة اتجهزت كويس يعني. وأنا شايفك أنت ضربت مثال لشرون يعني من المواقف اللي هي أسا لازمة. نحن برضه يعني حتى عندنا مصارف داخل المواقف دي ما قدرنا انه نقدر نخشها على اساس انه نطهرها، ونقدر نفتحها على اساس انه ما تتعرض ممتلكات المواطنين ومنازلهم للانهيارات. ففي مصارف داخل جاكسون وداخل الكركر يعني مغطيه تماما بال 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 بالعرض الخارجي ومغطيه تماما بالفريشه، ودي ما قدرنا نخشها الا بالايام الاخيره بعد ما بدات الحمله. انا بعتقد الحمله هي لا رجع فيها يعني. انا بفتكر انه يعني اذا في دول بفتكر انه الحمله دي المحليه حتتراجع عنها، المحليه ما حتتراجع عن الحمله دي، لانه بنفتكر انه ده حفاظ لارواح ناس وممتلكات ناس، وحفاظ لحريه الاخرين في انهم يبيعوا. هذه ادت لحاجه يعني. انا اقول لك يا استاذ انه السودان في اسبابه فقد متعه التسوق. بالمناسبه التسوق ده متعه، دي فقد السودان يعني. نحن اكتشفنا سكن عشوائي، في اصابات بتخش لمكان اماكن موبايلات بتهدد صاحب المحل يخطبوا اموالكم، انتوا قريتوا وشفتوا وشاهدتوا وسمعتوا. فدي كانت نتيجه لها انه لازم الناس يجيبوا بحزم فيها، وحتى لا تضرب يستغل الفوضويون المسائل دي، وتبقى انه علاجه بعد شويه يبقى صعب. نعم، شكرا جزيلا استاذ احمد السمان، المدير التنفيذي لمحليه الخرطوم. وده كلام مهم جدا من السلطات، بيتماشى مع الاستطلاع اللي احنا عاملينه على صفحه القناه والبرنامج، هل تؤيد اجراءات السلطات لاعاده فرض الامن والسيطره على موقف
جاكسون كنموذج 65% نعم 35% لا. طيب لو الناس الزملاء يورونا الفيديو بتاع الموقف الموقف جاكسون مؤخرا يعني صورة عرضناها بتجمع كل البلاوي في صورة واحدة، وضع بيئي سيء للغاية، الشوارع غرقانة بمياه الصرف الصحي باستمرار، سيد المعتمد مدير عام محلية مدير تنفيذي محلية خرطوم ذكر بأنه هم بيلقوا صعوبة كسلطات ومؤسسات أنه يدخلوا يعملوا عملية النظافة وعملية تعقيم المصارف الصرف الصحي، وإحنا كل سنة طيبين داخلين على الخريف. السلطة نفسها ما قادرة تتعامل مع المكان ده لأنه أصبح وكر ومكان للفوضى العارمة، الشوارع مكسرة وصيانتها أصبح فيه إشكالية، العربات واقفة بشكل عشوائي وكل أنواع العربات اللي ممكن تخطر على بالك من الباص السياحي لغاية الركشة، مرورا بعربيات التاكسي القديمة الأصفر بالعربات التكاسي الجديدة اللي بيعلقوا بتاع فوق الكبوت بتاعه ولا فوق العربية، الهيسات الأمجادات ديل في الدنيا كلها ما ممكن تشوف لك عربية جاية عكس في الكوبري عكس إلا في كوبري الحرية في جاكسون ما بتشوفه في مكان تاني. جماعة ديل المحتلين طلعت الكوبري في اتجاه الجنوب من الشمال إلى الجنوب، لو اتجاه من السوق العربي في اتجاه الجنوب الكوبري ده محتل بكل أنواع هذه المركبات، وده أدى بطبيعة الأحوال إلى ازدحام غير طبيعي على مدار الساعة في المنطقة، بالرغم أنه هو منفذ حيوي واستراتيجي لقلب الخرطوم، يعني أنت ممكن من كوبري الفتحاب للكوبري بتاع سادة الخرطوم في دقائق تنتقل من المقرن لغاية قلب الخرطوم، لكن مع الوضع ده بتحتاج لك إلى نص ساعة وساعة انتشار العربات الباعة والفريشة لكل السلع المتاحة والممنوعة بقى موجود في المكان، الدكاكين أخذوا حرم الشارع كله امتداد لهم لأنه هي فوضى عامة، يعني مولد وصاحبه غايب زي ما نقول. المسألة دي انتقلت إلى أسواق تانية، لكن ليه جاكسون؟ لأنه جاكسون في قلب الخرطوم والفوضى الحاصلة فيه بتنعكس على المنطقة كلها. بنستغرب أحيانا حقيقة، خلونا نقول بأمانة أنه السلطات اتأخرت في التحرك تجاه موقف جاكسون القامت به، والآن ده لينا سنة بنتكلم عنه في البرنامج ده تحديدا بضرورة تنظيف السوق وضبطه وجود يعني وجود السلطات بشكلها الواضح وبآلياتها وجود المرور، لأنه ما في منطق إنه أنت لو جيت لو أنت عكست الكوبري مرة واثنين وما في زول يتكلم معك، وأحيانا العساكر لا حيلة ولا قوة لهم بيكونوا قاعدين في النص بيحاولوا ينظموا الممكن يتنظم وما في شيء بيتنظم. جاكسون صورة سيئة جدا للعاصمة ولأي عاصمة في الدنيا ولأي مدينة، لابد إنه الأمر ده يكون يعني في قمة أولويات حكومة الولاية. الإجراءات البردوبية دي إجراءات كويسة جدا، أهم ما قاله سيد المدير التنفيذي محلية الولاية الأستاذ أحمد السمان إنه لا تراجع عن هذه الإجراءات، لأن إحنا مش بنتكلم فقط على سوق أو على موقف عادي، لا إحنا نتكلم على منطقة حيوية وانتشرت فيه مظاهر كبيرة جدا. ذكر بأنه متعة التسوق الأمان نفسه في المنطقة دي بقت مشكلة كبيرة، مرورك بعربيتك أو برجلينك في المكان ده أصبح خطر على الناس، احنا بنتكلم في حته طرفيه، احنا بنتكلم في قلب الخرطوم يعني قلب الخرطوم. فالاجراءات اللي قامت بها الحكومه حكومه الولايه نتمنى انها تستمر تكون واضحه في تحسن، يعني لو مريت امبارح بموقف جاكسون بتحس انه لا في تحسن بشكل كبير جدا، لكن لسه لانه محاربه الفريشه والسريحه ديل ما بتجي بانك انت تخمهم يوم حيجي وراك ألف مره، المطلوب انه تكون في قوات تابعه لمحليه الخرطوم والولايه مستمره وموجوده وموجودة إلى ما شاء الله لغاية من أوضاع دي تتحسن بشكل كامل. عملية إدارة الشوارع من قبل المرور برضو بتحتاج إلى تدخل سريع، إذا كان في جاكسون أو في السوق العربي أو في السوق المركزي أو في السوق المحلي في أي مكان كان، المرور برضو بيلعب دور كبير جدا في انسياب الحركة مع أزمة الكهرباء وغيره، بتبقى الزحمة دي بتزيد إذا ما كانوا في أفراد لقوات المرور. الوضع في جاكسون بيحتاج إلى تضافر زي ما بقوله كل القطاعات والمؤسسات المعنية في ولاية الخرطوم، ما في طرف واحد بيقدر يقوم بحاجة بدون بقية الأطراف، بدون وجود الشرطة وجود المرور وجود المحلية وجود الآليات نفسها، بدون تحسين الشارع وصيانته من قبل هيئة الطرق والجسور، المنطقة دي دير لها عمرة كاملة من قبل محلية الولاية من محلية الخرطوم، عمرة بمعنى كلمة عمرة عشان المنطقة دي ترجع
بشكل طبيعي وسلس وتكون منطقة مناسبة جدا لحركة الناس والعربات، نتمنى فعلا المحلية ما تتوقف من هذا الإجراء وتستمر للنهاية، لأنه دي مصلحة عامة لكل الناس، لا يجب أن يكون في فوضى فيها ولا في تساهل ولا في تعامل مع ناس بيحاولوا يعطلوا الحياة العامة ومصالح الناس بشكل كبير، من الفريشة لأصحاب العربات حتى ترجع بشكل الطبيعي أصحاب المحلات والدكاكين الموجودين دي يرجعوا لحدودهم الطبيعية، بحيث أن الأمور تكون ترجع لسيرتها العادية والمقبولة، وبحيث أن يكون المكان ده منفذ ومعبر لكل الداخلين للخرطوم أو الخارجين منها.